بما أنه هالزواج ما قدر أنه يجيب الأمان للعيلتين، معناتها أنا برأيي الأفضل أنه ننهي. إليف، أخي أزاد رح تضل ساكت وما رح تقول أي شيء؟ لا ريان، أنا ما بدي خلي إليف تزعل. حاجتك مسخرة، على أساس شو رح يحكي؟ أنا ما عاد خلي أختي تزعل أكتر وما رح أتركها عند هالرجال، امشي. ما رح تتدخل فيها أبدا. أخي أنا ما رح أروح معك. إليف، بكرة مننهي موضوع زواجكم، تعالي معي. أخي ما فيك تفرض عليها شو بدها تساوي، وأنا لسه ما حكيت شو عندي. ليش ما قلت لك أنه ما بيهمني شو رح تقول؟ فهمت؟ رح أخذ أختي وزوجتي ورح نروح من هون. يلا إليف. ميران وقف، هن لازم يحكوا ويقرروا مع بعض شو لازم يساووا، مو انت. ريان، شو ما حكى هالرجال مستحيل يخليني غير رأيي. وانت شو عرفك؟ لسه ما سمعته ميرا. ماني مضطر اقنعك او خليك تغير رأيك بشي، فهمت؟ هالموضوع تسكر ريان، يلا نروح. لو وين بدك تاخدها؟ انت شنيت؟ اترك ايدها. ريان انت شو ساويتي؟ عدو، يلا عدو لشوف، ما حدا رح يطلع من هون لحتى نحل هالموضوع. هذا زواج مو لعب ولاد. ريان هيك موضوع ما بينحل غير بالنقاش، عدو لشوف. استغفر الله. شو عم يصير؟ لا تخافي إليف، ما صار شي، انقطعت الكهرباء. لا تتحركي، عادي مكانك بس استنوا، اكيد في شي شمعة الكهرباء. شو القصة يا ترى؟ هادي اللي كان ناقصنا. شو عم يصير؟ إليف أزاد بعدوا عن الشباك. شو هاد؟ ما حدا يتحرك. ميران خلينا نطفي النار، استعجل شوي. إليف 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 الباب ما عم يفتح. إليف شو هاد؟ ما عم يزبط. إليف اصحك تتحرك يا أختي، خليكي جنب الباب. ميران افتح حدك الباب. يا شو عم تساوي؟ ريان ديروا بالكم، ارجعوا. هاد مقفول، وين مفتاح الباب؟ اكيد هو هون، رح يجيبه. إليف وافي أزاد، انا عم دور على مفتاح الباب. مفتاح مانو هون. ريان انتبه. إليف أخي إليف، بعدي من عندك، بعدي إليف. يلا بعدي من عندك، لا تضلي واقفة إليف. أزاد وافي إليف، أنا جاي. لا واقف عندك، لا تتحرك أزاد، خليك مكانا. أخي ساعدني. إليف خلص، انتي ضلي مكانك، اهدي ولا تتحركي. انتبه أزاد، أخي ساعد أزاد. وعفي أخي، مشان الله ساعد أزاد بسرعة. أزاد ريان، ريان 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 ريان، احكي وين انتي؟ ريان 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 إليف. أخي ريان، فيك ترقص على الأرض يلي أنا متت فيها يا نصوح. أنا ما رح أسمح لك أبداً إنك تساوي عرس فوق قبري.
كدست على عمري وسعادتي، بس ما رح أسمح لك تدوس على أمري. يمكن لا تقدر تتذكر نصوح، يمكن هاي المرة تتذكر الماضي. يلا نروح محمود.